كيف وشنو اللغات التي تتقنها، وكيفاش كانت علاقتك مع هذه اللغات؟ كيفاش بديت مع اللغات هذول؟ تفضل. اولا الفرنسيه حتى القسم النهائي هاي عندي، ثروازيام دونسونيمون جينيرال كامله في المديه، 3 سنين بعد الشهاده السيرتيفيكا ديتود، رحت 3 سنوات في المديه الكوليج دونسونيمون جينيرال بالفرنسي. ثم نهار اللي رحت للاقواط لقيت وليدات وما ادراك ما الاقواط، يعني باللقاء. وبديت على كل حال كان واحد القسم تاع طيليان بديت معاه، وهي يعني اللغه الطليانيه هذه الايطاليه والفرنسيه، يقول لك لا لانغوا ايطاليانا اي لا لانغوا فرانسيزي سونو سوريلي، هما اخوات، كل ما تلقى بالفرنسيه تلقى بالايطالي. بديت. اما في الانجليزيه قعدت 10 سنوات مع لابروتيكسيون المحافظه البريطانيه اللي كانت هنا، يعني تشرف على الاولاد وتشرف على الكلاو. ومن بعد دخلتهم بعد داروني هما عادوا يعاونوا فيا، وكي نقلط في اللهجه يوروها لي وكيما كذا. وعدت نكتب الانجليزيه، لازم يكتبها الانسان كتابه ويقراها يعني قراءه، وهي الهجه هي الهجه، يعني هي اللهجه هي خرجت منها ما عطا منها. ودرت على كل حال لي كور بار كورسبوندونس ونجحت فيها، والايطاليه جاتني كلمه قا 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 يعني ثم في كانت واحد لاكومباني يقولها انا سيزا في الاقواط. ومن بعد داروني ترجمان من ليكيب هذيك نتاع، وكان المعهد هذاك اللي نقراو فيه، وكاين يعني على كل حال الخبر لونتربريز نتاع الطلياني يعني قام سامينا 3 سنوات جبت روحي فيه غيرها. والايطاليه هذه سهله، يعني فيها يعني جمل المفردات وجمل يعني على كل حال الجمل يعني على كل حال النحويه كيما الفرنسيه. والانجليزيه من بعد عدت خلاص، وحتى درت المذكرات، والمذكرات هذيك كل مذكره نديرها ديرها باللغه نتاعها، مذكره نديرها بالفرنسيه وبالعربيه ونزيد لها لغه اخرى اجنبيه كيما ابو مدين. دركم نوريك كيف هنا ابو مدين درت له بالانجليزيه، يا الله اي هذيك ال سمعت سيرتيفيكات دو كونفيرميتي اي نتاع كابيني ميديكال من الوزاره، تكريم من وزاره الصحه لفتح عياده طبيه للعلاج وما بيتنا نفتح فتحتها قياس العياده وبعثوا والماتريال روح نعطوك ونعطوا لك ذيك ونعطوا لك ذيك، ولكن صفيت العين شربت منها ماهوش من الخواص الحمد لله. لا لا تنفع ناس كي تفتحها ماشي اي راني عارف تقول علمي، ولا تقول في المحاضره اولا الاقدميه ولا اي هنايا انا مش كبير قلت لي راه انت يلاه الاقدميه والحمد لله الدور ما ولا باس. هنايا على كل حال سيبو مدين الله يرحمه رحمه الله الواسعه دين مذكره على حياته يعني، وعلى كل حال والذكرى السنويه دائما نكتبها هذه الذكرى نتاع 36 لوفاه القائد المجاهد الرئيس سمعت الرئيس يعني سي بومدين نعم. هنا يا سيدي على كل حال احنا واش نقول نبداو من الباسبور. ايروس بومدين بريزيدنت هو ريسي بومدين ابستراكت